بعد ما اتكلمنا عن الجام باودر او البلاك باودر وعرفنا التركيب بتاعه واتكلمنا عن البوتاسيوم نيتريت وعن السلفر وعن الشاركول وعرفنا ازاي كانوا بيحضروا مكونات الجام باودر قديما وازاي الطرق التقليدية دي استمرت لقرون وازاي بتحضر حديثا، هناخد النهاردة سموكلس باودر او الباودر او البارود عديم الدخان. قبل ما نبدأ في معرفة الفرق بين سموكلس باودر والبلاك باودر، فاحنا على ابواب شهر رمضان المبارك، وفي الشهر ده في اليوم العاشر من رمضان بنحتفل بذكرى انتصار اكتوبر اللي انتصر فيه الجيش المصري على الجيش الاسرائيلي وتم تحطيم خط بارليف وتكبيد العدو خسائر فادحة. فكل عام وانتم بخير. طبعا دي صور من ذكريات حرب اكتوبر. مهم جدا انك تعرف ان الفرق بين المدني والعسكري لا شيء، سوى ان العسكري عنده مهارة استخدام الاسلحة اللي بيقدر يدافع بيها عن وطنه، ودي مهارة ضرورية جدا لكل انسان بيهتم انه يدافع عن وطنه. بالنسبة للبارود عديم الدخان، فهو من اسمه بارود ما بيصدرش دخان كثيف عند احتراقه، طبعا ده بخلاف البلاك باودر اللي كان بيصدر كمية كبيرة من الدخان وكمية كبيرة من الشوائب عند احتراقه. طبعا انت لما تيجي تمسك رصاصة، لما تشوف ايه اللي جواها من جوه، هتلاقي فيه غلاف معدني وفي راس الرصاصة نفسها، وجوه الغلاف المعدني ده في باودر بالشكل اللي انت شايفه ده، لونه رصاصي تقريبا، رصاصي بيلمع. هو ده السموكلس باودر، وهو ده اللي بيستخدم حاليا في جميع المقذوفات، سواء كانت رصاص للمسدسات او البنادق او الرشاشات او غيرها من المقذوفات. الحشوة اللي جوه دي من البارود ما بيبقالهاش دايما شكل واحد، ممكن يبقى الباودر الرصاصي اللي انت شفته ده البارود عديم الدخان ممكن يكون شكله كرات صغيرة، ممكن يكون شكله اسطوانات فيها تجويف صغير زي ما انت شايف كده، وممكن يكون شكله زي رقائق مسطحة. تمام، الفرق في الشكل ده بيحدد سرعة الاحتراق بتاعة البارود، وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في فيديو منفصل. ايه هو المكون الاساسي للسموكلس باودر او البارود عديم الدخان؟ المكون الاساسي بتاعه هو نيتروسليولوز، وهنشوف حالا ان شاء الله طريقة تحضيره. واحيانا بيكون نيتروسليولوز مخلوط بنيتروجليسرين، او نيتروسليولوز ونيتروجليسرين ومعاهم نيتروجوانيدين. احيانا وانت بتقرا ممكن تلاقي النيتروسليولوز بيستخدم له اختصار NC، واكيد اول شيء جيب بالك ان النيتروسليولوز بيكون ابيض، لونه ابيض، فايه رصاصي اللي في الحشوة ده؟ دي طبعا اضافات محطوطة على النيتروسليولوز وهنشوفها برضو ان شاء الله حالا اثناء التحضير. طبعا كنا قلنا ان البارود عديم الدخان هو اللي بيستخدم حاليا في جميع ذخائر الاسلحة النارية، وايضا بيستخدم في الصواريخ وفي جميع انواع المقذوفات. وطبعا بالنسبة للاسلحة النارية ففي انواع عديدة، هنشوف نوعين لسلاح سيمي اوتوماتيك وسلاح فولي اوتوماتيك. هنلاحظ هنا ان السلاح اللي ماسكه الشخص ده هو سيمي اوتوماتيك، بيحتاج ضغطة لكل طلقة، لكن السلاح ده اللي قدامنا فولي اوتوماتيك، وطبعا واضح جدا ان طول ما الزناد مضغوط عليه المسدس مستمر في الاطلاق. وطبعا التدريب على الرماية واستخدام السلاح بيحتاج بعض الوقت. هنا سلاح تاني فولي اوتوماتيك، وطبعا شايفين طول ما هو ضغط على الزناد الرصاص بيتسحب. ده سلاح تاني سيمي اوتوماتيك ايضا، طبعا كل ضغطة لاطلاق رصاصة واحدة فقط. فلو جينا نشوف المسدس وفكناه من جوه هنلاقي ان ده تركيبه. طبعا دي مكونات المسدس، الجزء اللي فوق اسمه سلايد او منزلق، واللي تحتيه الماسورة اللي المفروض بتحط فيها رصاصة بتسمى بارل، وفي تحتيها ريكويل سبرينج اللي هو المفروض نابض ارتداد، وهنشوفهم دلوقتي ازاي بيشتغلوا بشكل عملي. والجسم الخارجي او الفريم
هو اللي بيجمع كل الأجزاء مع بعضها. إلى الآن احنا لسه ما شفناش فين مكان السموكلس باودر وإزاي هيتم إطلاقه. فلو شفنا هنا الفريم بتاع المسدس، فالمفروض إن في جزء هنا بيتم الضغط عليه لتحرير الخزنة بتاعة الرصاص. الجزء ده من المسدس هو اللي فيه المطرقة اللي هتقوم بالضغط على الرصاصة لإطلاقها. هنشوف دلوقتي تجميع هنشوف دلوقتي تجميع أجزاء المسدس، وهنشوف عملية الإطلاق اللي هي تهمنا. طبعا بمجرد الضغط على الزناد تنطلق الرصاصة. هنشوف الميكانيكية بتاعة إطلاق الرصاصة. طبعا مع كل ضغطة بتنطلق رصاصة واحدة والفوارغ بتطلع من المسدس. قبل ما نشوف عملية إطلاق الرصاص، فدي أنواع مختلفة من الرصاص. لو بصينا تحت في قاعدة الرصاصة هنلاحظ وجود جزء معين، الجزء ده بنسميه برايمر أو البادئ. هو ده اللي بيتم الضغط عليه علشان ينتج شرارة تحرق كل الوقود السموكلس باودر اللي جوه الغلاف بتاع الرصاصة، وينطلق رأس الرصاصة نحو الهدف. فلو شفنا ظهر الرصاصة هنلاقي الجزء السفلي ده بيكون شكله كده. دي أشكال متنوعة حسب نوع الرصاص، وهنشوف ازاي بيتم إطلاق الرصاصة المحتوية على سموكلس باودر. طبعا لما المطرقة بتضغط على البادئ بينتج الشرارة لأنه حساس جدا للطرب، والشرارة دي هي اللي بتشعل السموكلس باودر وتنطلق رأس الرصاصة، والكارتريج أو الفوارغ بتطرد من المسدس. هناخد طبعا تركيب البرايمر مع تركيب السموكلس باودر إن شاء الله. طبعا ما فيش علم من غير تطبيق، وما ينفعش انك ككيمست يكون في مواد كيميائية ما عندكش خبرة فيها ولا عارف تتعامل معاها. لازم يكون عندك خبرة في التعامل مع المواد الكيميائية لان ده اختصاصك، ولازم تكون عارف التطبيق اللي بيستخدم فيه.